بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ ونستعين. أجدد معكم هذه التحية المسائية الجميلة الطيبة في انطلاقاتها وجوائزها الأكثر من رائعة في تسعيرة هجن الرئاسة الثالثة وفي البطولة الأولى التي تقام في عاصمة الميادين. بداية مع المراكز الأولى التي بدأت تتصارع من أجل الفوز والناموس والسيارة التي تنتظر هنالك عند خط النهاية، نيسان ستيشن 2015 ينتظر. واحدا من بين هؤلاء المنطلقين القادمين من أجل الفوز، مقدمة الشوط تنطلق مع شعار عبد الله أم محمد بن عبد الله بن بدر العامري. تتقدم في هذه اللحظات شعار يتقدم مع يوده ومالك محمد بن عبد الله بن بدر العامري. المركز الثاني القادمة الشاهنية سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي تتقدم في هذه اللحظات بشكلها الجميل ما شاء الله. المركز الثالث القادمة هنالك مع الجانب الآخر القادمة هنالك الريام خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي يبحث عن مفتاح النيسان في هذه اللحظات. بن مفتاح يتقدم وأيضا القادمة مشعلة أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان وأرجوان هي القادمة. سعيد بن أحمد بن قبع العامري يتقدم في هذه اللحظات. هكذا الأسماء التي تقدمت، هكذا الأسماء اللي تواصلت على الصدارة. مين اللي فك النزاع؟ مين اللي بيروح للسيارة في هذه اللحظات؟ أوصلت عزايم علي بن حميد بن محمد إلي ديلي في هذه اللحظات. يتقدم أحد الزملاء المعلقين هنالك في ميدان الساد. يلا يلا يا مالك، يلا يا مالك عزايم، يلا يا علي، ويلا روح للناموس والانتصار. ولكن هنا في هذه اللحظات أصداء هي القادمة. أحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي يتقدم مع أصداء، مع صداه الكبير المهندس يتقدم، ولكن أيضا أرجوان سعيد بن أحمد بن قبع العامري، والقادمة ريام خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، وهنالك أيضا الشاهنية عبد الله بن خليفة المر النيادي. والأمور في خطر، السيارة تنتظر، ولكن البارقة عبد الله بن علي بن سلطان الاكتبي. ولكن هنالك من وين جانا هذا؟ من وين وصلنا؟ بن زيتون مع سرية مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، وأيضا القادمة الفايزة راشد بن علي بن فهيد بن طحنون الهاجري. هذه في رصيدها سيارتين في ميدان الشحانية هنالك في دولة قطر. تحرك بن طحنون، انطلق بن طحنون، ولكن بن زيتون الصراع ما بين حرف النون، ولكن السرية سرى بن زيتون. وأيضا شعار سعد بن عبيد الرفاد المري قادم، ولكن بن زيتون مع السرية سرى عليهم بن زيتون. والسلامات إلى إلى منازف مع المجازف. لخبط كل الأوراق وأول مالك هجن يلخبطني بن زيتون. أهنيك يا بن زيتون على هذا الأداء، واللخبطة ما بين منازف وما بين المجازف، هو لخبط الأوراق كلها وشال السيارة. تهانينا لك يا مالك السرية مبارك بن محمد بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت فيه العنجهية سعد بن عبيد بن راشد الرفاد المري، ثالث المراكز
الفايز لراشد بن علي بن فهيد بن طحنون الهاجر المركز الرابع، اللي وصلت فيه تصريح محمد بن عتيق المقعود الفلاسي. المركز الخامس وصلت فيه البارقة عبد الله بن علي بن سلطان الكتبي، 4:27.8 من الثانية هو توقيت سرية لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري. تهانينا له على هذا الفوز واختطاف السيارة الخامسة في أشواطنا لهذا اليوم. المركز الثاني 4:30.2 من الثانية هو توقيت الرسمي وشعاره مع العنجهية سعد بن عبيد بن راشد الرفاد المري، 4:30.5 من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث، ألا وهي الفائزة لراشد بن علي بن فهيد بن طحنون الهاجري. إذن متابعينا الكرام في كل مكان، سرى بن زيتون على السيارة الخامسة في هذا اليوم وهذا الانتصار الجميل في بطولة الوثبة الأولى وتسعيرة هجن الرئاسة ليختطف السيارة النيسان المنتظرة عند خط النهاية والمقدمة كجائزة للفائزين بالمراكز الأولى لجميع أشواطنا في هذا اليوم العشرة الأشواط وتسعيرة هجن الرئاسة. وهنا التوقيت الزمني الأفضل مع مخرجنا أسامة الهواري، من يرصد لنا أحداث التوقيت الزمني ومن قدمها في هذا اليوم. 4:19.7 من الثانية هو التوقيت الزمني للكايدة، وأهني ملك فهيد بن راشد بن رايح المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل والمستحق، وهي أيضا من سلالة غازي ولد المقصص بعير بن رايح يستاهل الفوز وفوز أيضا الإنتاج في هذا المساء. نتمنى التوفيق لإخواني المشاركين والمعلقين أيضا بالوصف والتعليق، وحذاري من بن زيتون وأمتاره الأخيرة ومن القادمين.